بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، مشاهدي موقع زينو سيتي بوانت، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. فنحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ سلسلة جديدة بعنوان عش مع القرآن. فأولا نعرف القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا عن طريق التواتر، المكتوب في المصحف الشريف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا هو تعريف القرآن الكريم اصطلاحا. أما القرآن الكريم لغة، فالقرآن مصدر قراءة، يقرأ، قرأ، يقرأ، قراءة. فهذا هو تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا. فالقرآن الكريم يتكون من 30 جزء و 60 حزب، ويتكون من 114 سورة. كاين السور المكية التي نزلت على عسل بمكة أو ضواحي مكة، وهناك سور مدنية نزلت بالمدينة المنورة أو ضواحي المدينة المنورة بعد الهجرة. إذن هناك سور مكية نزلت قبل الهجرة في مكة وضواحي مكة، وهناك سور مدنية نزلت بعد الهجرة النبوية في مكة أو ضواحي مكة. أما الآيات فالقرآن الكريم كيتكون من 6666 آية بعد الكوفيين. أهل الكوفة عدوا أن القرآن الكريم فيه 6666 آية. إذا مشينا على هذا الحساب ديال الكوفيين، فالقرآن الكريم فيه ألف من الأوامر وألف من النواهي، والوعد ألف آية، والوعيد ألف آية، كان العبر والأمثال ألف آية، كان القصص والأخبار ألف آية، الحلال والحرام 500 آية، كان الدعاء 100 آية، وكان الناسخ والمنسوخ 66 آية. إذن إلا جينا نحسبو، كاين الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، ها 2000، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، ها 4000، وكاين العبر والأمثال 1000 آية، ها 5000، وكاين القصص والأخبار 1000 آية، ها 6000، الحلال والحرام 500 آية، ها 6500، زائد الدعاء 100 آية، إذن 6660 زائد 66 آية الناسخ والمنسوخ، إذن المجموع 6666 آية.
أما بغير عد الكوفيين غير أهل الكوفة عدوا القرآن الكريم أنه يتكون من 6236 آية. إذن هذا هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل في ظرف ديال 23 سنة، أي من أول نزول من أول سورة العلق في غار حراء إلى آخر ما نزل من القرآن. والقول الراجح عند ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن الكريم وهو قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ابن عباس كيقول أن هذه الآية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بتسعة ليالي، 9 أيام قبل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية الكريمة. أما القول اللي كيقول أنه آخر ما نزل هو اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هذا قول مرجوح. أما القول الراجح وهو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أول إحنا كنعرفوا القرآن الكريم، تعريف القرآن الكريم هذا هو، ولكن مع الأسف أن المسلمين والمسلمات بزاف منهم هاجروا القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أن الأمة ديالو راه كثير اللي غادي يهجروا القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه. الله تعالى كيقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهناك اللي هجر القرآن الكريم تلاوة، ها ما كيقراش القرآن الكريم إلا في إلا كان شي جنازة أو مثلا في رمضان، وكاين اللي مثلا هذا القرآن الكريم سماعا أنه كيسمعش القرآن الكريم، ربما كيسمع الأغاني ولا كيسمع مثلا شي مسائل أخرى ولكن ما كيسمعش القرآن الكريم، وكاين اللي كيقرأ القرآن أو يسمع القرآن ولكن هاجر القرآن عملا، ما كيطبقش ما جاء في القرآن الكريم. وكذلك القرآن الكريم شفاء للناس، حتى الإنسان خصو الدواء، كاين بعض الأمراض النفسية القلبية مثلا الإنسان خصو يقرأ القرآن يرتاح مثلا عند القرآن الكريم. وأمثلة في القرآن الكريم والأخبار كثيرة، وإن شاء الله غادي نتكلموا على بعض الأمثلة، بعض القصص في القرآن الكريم والإعجاز في القرآن الكريم. إحنا غادي نمشيو إن شاء الله مع كيفاش غادي نعيشوا مع القرآن الكريم. وأنا في هذه الحلقة أذكركم بواحد المثل، هو ضرب الله سبحانه وتعالى به مثل في سورة، هو أول مثل مذكور في القرآن الكريم وفي سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى لما قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، ما بعوضة، الله سبحانه وتعالى هنا ماشي أنه يستحي وإنما لا يترك شيء مثلا إلا ذكره في كتابه. البعوضة، البعوضة الناموسة، الناموس، الله سبحانه وتعالى ماشي غير ذكر هذه البعوضة في القرآن الكريم وإنما ذكرها، ولكن العلماء أنه وصلوا أن علاش الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الناموس، الناموس مثلا واحد حشرة صغيرة جدا ولكن الله سبحانه وتعالى خلق لها 100 عين في الرأس، 100 عين، 100 ديال العينين في الرأس لهذه البعوضة لهذه الناموسة. وخلق الله سبحانه وتعالى كذلك في فمها 48 سن، عندها الأسنان ديال 48، والله سبحانه وتعالى خلقها 3 ديال القلوب، هذا الجلع عنده القلب وهذا الجلع عنده القلب وكان قلب مركزي. إذن هذا الناموسة راه ماشي الله سبحانه وتعالى ذكرها وإنما باش يدبروا القرآن الكريم، باش أنه يبحثوا في هذا الناموسة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان يبحث أنه كيفاش الله سبحانه وتعالى خلق الذباب، كيفاش الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والأمثلة كثيرة،
كما قلت لكم كل مرة إن شاء الله غادي نجيبوا شي مثل ولا شي قصة من القرآن الكريم وأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.